نتدارس النقاط وبوثائقها، وهذا تقدم ملموس. في الوقت اللي كنا فيما سبق كنا نصوت او بعض الاحيان نرغم على التصويت رغم انه عدم توفرنا على الوثائق، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان مجهود كبير كيبذلو السيد نائب العمده السي حسين صواه مع الطاقم الاداري ديالو على قلته وعلى قله الامكانيات المتوفره لهذا الفريق ديال العمل، اللي هو في حقيقه الامر كيتحمل واحد المسؤوليه جسيمه قانونيه وعندها عواقب ديال احكام قضائيه الى كما كنقولوا اللي فرط كرط. هذه الملاحظه الاولى كان لابد ان نشير اليها، مشكورين عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت في البدايه لابد من الاشاره الى الاجواء التي مرت فيها لجنه التعمير واعداد التراب والممتلكات والبيئه، وهي اللجنه التي دامت مده اشغالها 5 ساعات متواصله ودون انقطاع، تميزت بحضور مكثف كالمعتاد ديال عدد كبير من المستشارات والمستشارين. مثلا خلالها السيده الرئيسه الاخ رئيس محمد جودان محترم الذي نكن له الاحترام. وخلال هذه اللجنه تمت مناقشه 26 نقطه 26 نقطه بحجمها وقامتها. تلك المناقشه التي تميزت بروح مسؤوليه وقوة اقتراحية متميزة ودراسة معمقة لكل الوثائق على كثافتها وتنوعها التقني، وهي مناسبة لأشكر فيها كل الساهرين على هذه اللجنة ابتداء من الأخ نائب الرئيس في السي حسين صلى الله والطاقم الإداري المشتغل بجانبه على بذل قصارى جهودهم من أجل توفير كل الوثائق المعززة والمساعدة للمستشارين من أجل تكوين قناعتهم بتصويت مقنع وبقناعة تامة. أقول وأؤكد هذه المسألة. لا أنسى أن أشكر الأخ الرئيس محمد جودار على تجاوبه مع كل التساؤلات، وأيضا على سعة صدره دون كلل أو ملل، حيث دام الاجتماع 5 ساعات متواصلة وبدون انقطاع. بالطبع أبدأ بالنقاط التي كان عليها إجماع، وهي النقاط من 9 إلى 22، وهي النقاط التي تهم منطقة بن مسيك وتخص المشروع المتعلق بالقطب الحضري لبن مسيك. تضاف إليها نقاط أخرى نالت هي أخرى التصويت عليها بالإجماع، وهي تخص منطقة سيدي البرنوسي، وهي النقاط 24 25 26 و27. يضاف إليها النقطة 32 المتعلقة بقرارات التخطيط. وبالمقابل هناك نقاط أخرى كانت نتيجة التصويت عليها بالأغلبية، ويتعلق الأمر بالنقاط 23 33 34. أما النقاط التي تخص منطقة الحي حسني وهي النقاط 28 29 30 31 فقد تم تأجيلها بإجماع كل الحاضرين، مع تفعيل توصية بفتح التفاوض مع الملاك من أجل مراجعة الثمن وتحيينه وعرض موضوع التعديل المقرر المتعلق بمراجعة الثمن الذي سبقت المصادقة عليه على أنظار المجلس خلال دورته العادية المقبلة. صفحة 3. وإليكم فيما يلي مجموعة من التوصيات الصادرة على اللجنة والتي ينبغي الأخذ بها. توصيات بأمانة وبدقة ديركم تبطل الماهرين. التوصية رقم 1: عدم مباشرة مسطرة نزع الملكية إلا في العقارات التي خصصت في إطار المشروع الحضري لإقامة تجهيزات يندرج إحداثها ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة. توصية رقم 2: عدم الشروع في إنجاز أي مشروع إلا بعد استنفاذ الإجراءات القانونية والمسطرية لحيازة العقار في إطار مسطرة نزع الملكية. توصية 3: ضرورة تطبيق الفصل 37 والذي يقضي بالمساهمة المجانية في إحداث الطرق. التوصية رقم 4: ضرورة تعزيز الملف المتعلق بنزع الملكية بالحالة التجزئية للعقارات المشمولة بمسطرة نزع الملكية مع بيان مساحة المساهمة المجانية. التوصية 5: التأكيد على مبدأ العدالة المجالية في توطين المشاريع بمختلف جميع مقاطعات مدينة الدار البيضاء الكبرى. التوصية رقم 6: تمكين أعضاء مجلس
من نسخة من الدراسة المتعلقة بالمشروع الحضري لمنطقة إفريقيا بمقاطعة بمسيك. التوصية رقم 7، النظر في إمكانية اقتناء أو نزع ملكية العقارات التي خصصت لمساحات خضراء سواء بمنطقة إفريقيا أو بمنطقة سيدي البرنوسي بجوار المنطقة، حيث يرتقب إحداث مركز تجاري للحرفيين بمنطقة سيدي البرنوسي. التوصية رقم 7 8 عفوا، إعداد كناش تحملات يحدد من خلاله معايير وشروط الاستفادة من المحلات التجارية وكيفيات توزيعها. وبه نختتم اجتماعنا، وشكرا لاستماعكم.